رئيس أوكرانيا يطالب أعضاء الناتو بتقديم مساعدات دفاعية لصد الهجوم الروسي. المحكمة الجنائية الدولية مكتب المدعي العام للمحكمة تحديدا يقول مستمرون في متابعة الوضع عن كثب في أوكرانيا. وزراء الاقتصاد والمالية في أوروبا يجتمعون اليوم في باريس لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية. وزير الدفاع البريطاني: روسيا لم تأخذ أي من أهدافها الرئيسية. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: تطورات أوكرانيا تثير قلقا متزايدا. بعد خسائر فادحة، بورصة موسكو تقفز بنحو 17% في مستهل تعاملات اليوم الجمعة. قال مستشار الحكومة الأوكرانية أن بلاده مستعدة لاستخدام الصواريخ المضادة للدبابات للدفاع عن العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدا أن روسيا تخطط لدخول كييف بالدبابات، مشيرا إلى أن اليوم سيكون الأصعب على أوكرانيا. وأيضا يأتي ذلك في وقت كان فيه فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل قليل أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضربتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم لكييف. وكمان قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن استمرار العدوان الروسي يظهر أن عقوبات الغرب على موسكو ليست كافية، مشيرا إلى أن روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا، كما دعا المواطنين الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا. وكان فولديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل قليل أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضربتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم. وأضاف أيضا فولديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف. طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول أعضاء الناتو بتقديم مساعدات دفاعية لصد الهجوم الروسي، قائلا أنه يجب أن يتم دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا على أنه موجود في العاصمة الأوكرانية كييف مع شعبه. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أن استمرار العدوان الروسي يظهر أن عقوبات الغرب على موسكو ليست كافية، مشيرا إلى أن روسيا ستضطر للحوار عاجلا أم آجلا، كما دعا المواطنين الروس للتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا. وكما أعلن فولديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم. وأضاف زيلينسكي الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية تستهدف كل من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.